هذا مؤتمر للسنة الثانية يقام تحت عنوان التميز، وكل ملتقى يختار محاور معينة لبرنامج التميز. طبعا برنامج التميز هو برنامج له قيم ومبادئ لتطبيقها في الإدارة العامة وتحسين الأداء في الإدارة العامة وتحسين الخدمات في الإدارة العامة. ملتقى البحرين الثاني للتميز يأتي في فترة حرجة تشهد فيها المنطقة الكثير من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإحنا اخترنا حق الملتقى محور رئيسي اللي هو التحول الحكومي لإيماننا بأهمية التحولات اللي تحتاجها الحكومات في المرحلة القادمة لمواجهة التحديات اللي تمر فيها المنطقة، واستعنا بمجموعة كبيرة من الخبرات المتميزة عندنا.